لتسجيل أي نشاط لك في دفتر اليومية قم بالانتقال إلى مجلد دفتر اليومية، ثم انقر على زر إدخال جديد، سيفتح لك إطار إدخال دفتر اليومية. قبل أي شيء قم بفتح قائمة نوع الإدخال واختر أحد الأنواع المتاحة والتي تغطي كافة النشاطات التي ربما تحتاجها فعلا. قم بتحديد موضوع الإدخال واسم الشركة المتعلق بها. قم بكتابة ملاحظاتك وتفاصيل الموضوع في الصندوق الكبير. عند إنشاء الإدخال سيكتب في خانة وقت البدء التاريخ والوقت الحاليين. يمكنك نقر زر بدء المؤقت ليبدأ أوتلوك عددا يحسب لك كم استغرقت المكالمة أو الاجتماع. لاحظ أن القيمة في خانة المدة ستزيد مع مرور الوقت، وإذا قطعت الاجتماع لظرف ما يمكنك نقر زر إيقاف مرحلي ثم العودة لتشغيل المؤقت بنقر زر بدء المؤقت مرة ثانية. وبعد أن تنتهي من تسجيل المكالمة أو الاجتماع قم بنقر زر حفظ وإغلاق لتعود لأوتلوك وتجده قد سجل لك الإدخال في تاريخ اليوم.